أخبار اليوم. لا يجب أن نجرأ إلى حرب برية في العراق وسوريا، هذا ما تسعى إليه جماعات كتنظيم الدولة الإسلامية. مقاتلو التنظيم المتشدد كانوا جزءا من الجماعات التي واجهناها في العراق، وهم يعلمون بأنه إذا أرسلنا قوات برية سيبقون على هذا الوضع لسنوات عبر قتل الآلاف من جنودنا واستنفاد مواردنا واستخدام تواجدنا لتجنيد مقاتلين جدد.